السلام عليكم كوتي، كي راكم دايرين؟ جسمك يا احنا الحمد لله. على بالي الحاجه الاولى راكم تقولوا فيها هي كواليتي، شو صرا لها؟ زاد طلعت سي نورمال، زاد تطلع ومازال ان شاء الله. وقبل ما نبداو خوتي، راكم حافظين العادات تاعنا كيفاش تبداو؟ بيان سور تبداو طلعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاجه الاولى هذه والحاجه الزوجه، لقيكم تابوني باش نلحقوا مليون ابوني قبل لفات العام. مش عارف بالك نتوما كنتوا تفرجوا فيها وحنا لحقنا ديجا مليون ابوني، فشو ولا بول مومون مازال ما لحقناهم. تما لحقوها لنا خوتي باش نفرحوا ونديروا حفله. واليوم خوتي شجبنا لكم، جبنا لكم واحد لي زيستوار شغل فيهم ميستير كبير، فيهم غموض كبير، هما فيهم كوتي خوف بصح كوتي ميستيريوم، شغل تقعد مخلوع تقعد تقول كيفاش صار هذه، ما كاش منها كاع. وهذه القصص خوتي كاع كاينين منهم طاع بصح، وفيهم كيما نقولوا حنا اكبر علامه استفهام في العالم، حتى حد ما نجم اكسبليكي هادو لي فينومين. القصه الاولى تاع واحد القط سموه اوسكار. واخوتي واحد القط هي باينه بلي غادي تضحكوا دراك بس الشوالا، قارعوا خوتي ما غاديش تضحكوا مع لافا. واحد القط في الامريكان سموه اوسكار، في دار العجزه تاعهم تما في الامريكان وين شواب ينفوتوا اللي بقى لهم في حياتهم تما. كان كاين واحد القط سموه اوسكار، هذا القط كيما نقولوا حنا خوتي كان ما يبغيش الناس توشيه، غير تبغي توشيه يهرب ما يخليش يعتخر فيه، بصح شوالا دي فوا هو يبغي يروح عند الناس ويشغل يبغي يدور بيهم ويخليهم هما يخربوا فيه. المشكل خوتي سيكو اللي يخليه يخرب فيه غادي يموت من على شويه، كاع اللي خربوا فيه ماتوا موراها ماكسيموم بسيمان. على بالي خوتي احنا كمسلمين ما نامنوش بهاد الصوالح وكاع، ولكن خصكم تفهموا بلي هذا اوسكار فايت 100 واحد اللي خلاهم يتوشوه في هذوك 3 سنين تاعه كاع ماتوا. وهذا الشيء اللي خلى الطب والناس اللي خدامين في هذيك دار العجزه يتسائلوا كيفاش راه تصرا، باسكو كيما قلنا لكم هذا القط ما يخلي حتى واحد يتوشي، بصح اللي توشي يقعد سيمانه 10 ايام 6 ايام في هذوك الايام يموت. نجم تكون كوانسيدونس بالك على الزهر، بصح اسكو فايت 100 واحد على الزهر هذه ما كاش علامه بها. وخوتي من كثريت لي شيع بزاف هذيك البلاصه حتى ولاو من هذاك القط يخلي واحد يخرب فيه، الطبه وكاع الفرمليه يعيطوا لعائله هذاك السيد قبل ما يموت ويقول له بالقط اوسكار خلى هذا الفرد من العائله تاعكم يخربوا فيه. كاين دي فوا واحدين ما يفهموش يقول لهم مالكم، يقول لهم ارواحو دوكم عاد فهموكم. ونيشان كما قلنا لكم 100 واحد خوتي مات مور لي اوسكار خلاهم يخربوا فيه. دونك خوتي ما على بالناش اسكو اوسكار هذا يحس بالموت يشمها ولا يشم كاش مرض في هذاك الانسان، ولا هو يبروفوكيها بالك فيه كجن كالشيطان، ما اناش عارفين خوتي، تبقى علامه استفهام كبيره. So what does he do, Tony? Usually anywhere from 2 to 4 hours before somebody might expire, he enters the room, and often if the family doesn't object and they're in attendance, he'll jump into bed with the resident and curl up next to them. Oftentimes he'll purr. قصة تاعنا الزوجة خوتي تاع واحد السيد اللي كشغل خرج من الموت، خرج من الموت وعاود حيا. على بالي في البداية غادي تقولوا بلي ما كاش منها هاد الصوالح، سي فري ما كاش منهم، بصح صبروا باش تفهموا القصة. هاد القصة تاع واحد السيد سموه كلير فيو نارسيس، هاد السيد من الاي تي وكان من الناس تاع البشرة السوداء، وفي هذاك الوقت تاع الستينات الناس ذوي البشرة السوداء كانوا كشغل يستعملوهم كعبيد، صحاب دراهم كانوا يديروهم عبيد، وراكم تعرفوا كاع القصة كيفاش. دونك هاد السيد نارسيس شا داروا له؟ شغل قضبوه وداوه المقبرة باللي شغل مات العائلة تاعه، كاع قالوا لهم مات وكل شيء، ناس بكات عليه وكاع دفنوه ونورمال وموراها ما صرا والو. ولكن موراها ب 18 عام هذا نارسيس لقاوه شغل واحد يشبه له فوتوكوبي تاعه وقاعد مع اخته، قال لهم بلي انا خو هذاك اللي مات الاولى ما بغاش يكشف السر تاعه. ولكن موراها عرفوا كاع اش صرا. لازم تعرفوا خوتي بلي هذاك الوقت الطبقة العالية الناس اللي كان عندهم دراهم كان شغل الشر يتمشى في الدم تاعهم. شا داروا له؟ كيما هو كيما بزاف ناس كيفه، لعبوها دفنوهم ولعبوها شغل ماتوا، بعد يديروا غير تفركتوا العائله تاعهم من المقبره يروحوا ديريكت يخرجوهم من تحت ويدوهم ياكلوهم واحد العفسه، هذيك شغل واحد البودر، وهذا البودر شا دير للعقل شغل تخدره. كيما نقولوا حنا انت تولي تخدم على بالك اش راك دير، كيما يقولوا لك دير وتحس روحك راك في منام ما تحكمش في روحك. قال لهم باللي فايت 10 سنين وحنا كيما حتى نهار من نهار شغل نساو باش يشربوا هذيك لابودر في طن، ومين في طن هرب من هذيك البلاصه. قال لهم كانوا حاطينها في واحد الجزيره وحدنا ونخدموا الزراعه والفلاحه، ويقول لك باللي هذه القصه حقيقيه وكاينه منها. القصة الثالثة تاع واحد المرا سموها ليزا مانينغ، هاد المرا تسكن في كوفنتري في لونجلتير ولا انجلترا، وهاد المرا كيما نقولوا حنا كانت ساكنة في دار وتقول باللي مسكونة. دونك شا دارت؟ عيطت لواحد مختص في هذا الدومين عندهم كيما نقولوا حنا يطرد الجنون وكاع، بصح شا ولا هما بالمعتقدات تاعهم. دونك شا دار هاد السيد؟ حاجة الأولى يلق له يرفد دي بروف ولا صوالح اللي شغل باش يعرف شا راه صاري في هاد الدار. نهار الأول حط كاميرا في الشومبرا اللي هذيك المرا ليزا قالت له بلي سمح فيها بزاف صوالح، دونك حط كاميرا وفي فيلم شسرة والفيديو هواني.
دونك تما هذاك السيد مين شاف هاد الصوالح قالها باللي سير ما كانش عفسه واحد اخرى دارك مسكونه وما قد ندير والو على خاطرش هاد الانسان اللي ساكنها كيما نقولوا باين باللي كان قبلك وما قدش نطرده خيمه كاش ما يصرالكم ويصرالي. دونك مورا هاد السيد راح كيما نقولوا خاف على روحه باينه. هذيك المراه ش دارت عيطت لواحد اخر كيما نقولوا حنا مشهور في هذاك الدومين في لونجلتير واللي سموه ديريك اكوا. هاد السيد جا والحاجه الاولى اللي دارها جبد طابلة تاع ويجا باش يهضر مع هذاك الانسان اللي راه ساكن هذيك الدار. دونك هذا الانسان اللي كما قلنا لكم مسيحي ماشي مسلم هضر مع هذه الحاجه اللي ساكنه هذيك الدار وسقساه على اسمه. هذيك الحاجه اللي كانت ساكنه الدار قالت له بلي سموني جين وهذا جين هي مراه وكانت منارفيا بزاف وهذاك اللي جابوه اللي سموه اكوا بغى يعرف علاه هذه جين راها منارفيا. جين قال له باللي على خاطرش هذه الدار ماتوا فيها بزاف ناس والدم سال بزاف وهذه كيما نقولوا حنا كانت داري وكنت نتغدى بالشر اللي راه يدور هنا حتى جاوا هادو يسكنوا هنايا وهادو الناس مدينين كيما نقولوا حنا راهم يضروني. دونك هذاك اللي جابوه هضر مع هذيك ليزا وقال لها باللي هاكي هادو الصوالح كيما نقولوا حنا عطاها لاكروا على خاطرش الديانه تاعهم كيما هكا الديانه المسيحيه عطاها لاكروا زعما باش تدافع على روحها وعطاها تاني واحد لكريستو واحد الصوالح جايين غوص باش تحطهم في الدار باش تدافع على روحها. بصح المشكل هذا جين تما وين زادت نيرفا ولاو يصروا صوالح بيزار لي كادر ولاو يطيروا هذوك لي كروا ولاو ينقلبوا ومام البيبان ولاو يتبلعوا وحدهم. واحد الخطره هذيك العائله كاع كانت في شومبرا حتى الباب تبلع. بصح شنو المشكل سيكو هذاك الباب ما فيش باشات تما ولاو يسيو يحلوا هذاك الباب ما نجموش حتى هرسوا الثقه ونقزوا من الثقه وتما هربوا وما زادوش جاوا لهذيك الدار وحتى حد الان هذيك الدار ما كانش اللي زاد سكن فيها. القصة تاعنا الرابعة اخوتي والتالية غادي ما تفهموا والو فيها وغادي كي نكملها لكم غادي تقولوا شكون هذا السيد شكون صار في استراليا في 1948 لابوليس وصلها اتصال باللي واحد السيد قتلوه في واحد البحر في استراليا. شدارت لابوليس راح ديرك لهذاك البحر حتى لقاو هذاك السيد الميت لقاوه لابس واحد كوستيم قديم ومتكسل. دونك الحاجه الاولى اللي بغاو يدوها لا دي ان تاعه باش يشوفوا هذا السيد شكون باسكو البورتفاي تاعه ما لقاو فيه لا نك ولا والو. كي ريشيرشوا اخوتي حاجة البيزار سيكو هاد السيد ما خرج لهمش مكاش شغل ما ينتمي لحتى قبيله ما ينتمي لحتى عام ما ينتمي لحتى حاجه. في جيبه لقاو واحد البوت بابي واحد الورقه صغيره مكتوب فيها واحد الصوالح بيزار ومكتوب فيها تمام شود وهذه تمام شود كي ريشيرشوا وغايه عليها لي زيكسبير تاع هاد الدومين تاع الكتابه وتاع الحروف وكاع فهموا باللي معناتها النهايه ولا معناتها المهمه كملت. وهذه اللغه تاع البيرس تاع الفرس في سنه 1048. والمشكله الكبيره سيكو هذيك الورقه لقاوها كشغل مشي ورقة كشغل خياطة قديمة بزاف والكتبة مخيطة فيها مشي مكتوبة تما فريمون بيزار. دونك خوتي مكاش لي عرف شكون هذاك السيد ولا مين راه جاي اسكو بنادم دار كاع هذيك الموت ودارها اكسبري ولبس له كيما هاك ودار له هذيك الداخل باش الناس يشكوا كاع. المشكل كبير علاش لاديان تاعه ما خرجش علاش ما انتمى لحتى بلاد هذا السيد وعلاش ما عرفوش شكون. هذا السؤال من 1948 حتى لدروك مازال ما لقاولهش الحل تاعه. هنا خوتي نكونوا كملنا الفيديو تاع اليوم جيسبر تكونوا استمتعتوا فوتو وقت شباب معنا. الى عجبوكم خوتي هادو لي زيستوار قولوا لنا ندير لكم واحد اخرين كاين بزاف ثاني زيستوار واحد اخرين اللي ما عندهمش تفسير علامه استفهام كبيره فيهم دونك جيبوهم لكم باش نتوما ثاني تخافوا وتنخلعوا معنا. ما تنسوش خوتي تابونوا رانا قريب نلحقوا المليون ابوني. نتلاقوا فيديو جاي ان شاء الله كيما مداري من على يومين ثلاث ايام تلقوها. وامام قبل ما ننسى خوتي روحوا الانستغرام باسكو رانا مخلطينها في انستغرام زعما راكم مراطين صوالح ما تشوفوهمش في يوتيوب. تلاقوا من على يومين ثلاث ايام ولا 17 عام ولا في عام الفرس في 1048 ولا في 2048.